هلا طبعا حفلنا اليوم هو لإطلاق مشروع مهم جدا اشتغلنا عليه فترة لحتى نقدر نطلقه بالطريقة التي تليق بالشريحة التي تستهدفها هذا المشروع وهي شريحة الأطفال واليافعين، وإيمانا بأنه هدول الأطفال واليافعين هم بنات المستقبل، هم بنات الوطن والمجتمع بالمستقبل، نحن اعتمادنا عليهم فلازم نفكر فيهم ونفكر كيف نرجع نجذبهم. لاحظنا يعني تدني عدد الأطفال اللي بيرتادوا دار الأوبرا أو بيحضروا حفلات موسيقية، وبالتالي بلشنا نشوف تماماً أنه الطفل عم ينسحب أكثر باتجاه الآيباد، باتجاه الموبايل، باتجاه الوسائل التقنيات الجديدة أو التقنيات اللي شوي بتفقدوا حس العمل الجماعي أو المشاركة الجماعية، وبالتالي من الضروري جداً اليوم إعادة إحياء هيدي الحالة عند الطفل، نعرفه عليها، نجذبه باتجاه دار الأوبرا حتى يكون شخص قادر أنه يستوعب الأمور الثقافية، ومن خلال الأمور الثقافية يستوعب الأمور الحياتية الأكبر. نحن اليوم عم نحاول نقدم مجموعة أغاني من موسيقى أفلام ديزني. الأفلام، في أفلام قديمة، في أفلام جديدة، في شيء بيعرفوه العالم، في شيء ما بيعرفوه. خلينا نقول إن نحن عم نضوي على مجموعة الأفلام اللي نحن حابينها بالتشارك حتى مع الموسيقيين الصغار. نحن سألناهم شو بتحبوا تسمعوا، شو بتحبوا تعزفوا، فنحن وصلنا لصيغة إنه نحن نعمل هذا البرنامج يعني بشكل لائق. فمهمتي إنه أنا كل شيء أجيال شباب صغار من اللي عم تشوفون على المسرح اليوم ادفعهم للعمل الجماعي، كيف لازم هن يقدروا يشتغلوا على حالهم أكثر لحتى يصيروا زملائنا بالأوركسترا. نحن اليوم عم نعزف بالسيمفوني، فيما بعد يمكن ما نقدر، فلازم نحن نأسس هذا الجيل لحتى هو يكمل المسيرة من بعدنا. فبتخيل أنه يعني هاي الموسيقى بدها طاقة، هاي الآلات بدها طاقة، بدها حيوية، فأنه مجموعة الشباب اللي موجودين اليوم مليئين بالطاقة. العالم حابة أنه تسمع موسيقى مغايرة عن الشيء اللي عم يتقدم بشكل عام، مختلفة للأطفال أكيد وللعائلة كاملة. شاركت بصراحة لأنه بنبسط أني أعمل حفلة مع طلابي، ومع يعني نحن عملنا من 4 سنين حفلة ديزني واحد، وهلأ عم نرجع يعني نعمل ديزني 2، والحمد لله في كتير إقبال عليها والعالم كتير حابين يعني، ونحن كتير مبسوطين بالمشاركة مع طلابنا بصراحة. أعزف كلارينيت. هلا انا بدي اقدم حفله ديزني 2، عملناها من 4 سنين، بس انا هي اول مره رح اشارك فيها. رح نعزف مقطوعات مثل سنو وايت وهيركلز وريمبر مي، يعني كثير مقطوعات. هلا الاطفال بيرغبوا بهيك موسيقى، هي نمط محبب لإلهم، بتظهر بالافلام اللي هن ممكن يحضروها، هي افلام قديمه. بعزف على آلة البيانو. اليوم بدي اعزف موانا اللي اختارها استاذ دراما، وصلي 5 سنين بمعهد معهد صلح الوادي. بدنا نعزف عدة مقطوعات لديزني،